السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن موضوع تعليم البغبغاء الكلام، وفي أي سن يتكلم البغبغاء، وإمتى نلقن البغبغاء الكلام، وإيه هي الأنواع اللي بيسهل عليك إن أنت تدربها وتعلمها، وهذه الأنواع بتكون سهلة جدا وبتتكلم بسرعة، وفي أنواع تانية بتحتاج وقت طويل جدا. طبعا أنت لو فتحت الفيديو دهوت وأنت تعبان ويعني عملت كل حاجة لكن البغبغاء مش عايز يتكلم، يبقى لازم تسمع الفيديو دوت للنهاية. بس طبعا لازم تنزل الأول تعمل اشتراك للقناة وتعمل إعجاب بالفيديو دوت، ولازم تتابع الفيديو للنهاية لأن الفيديو دوت فيه معلومات مهمة جدا. أول حاجة، متى يتم تعليم وتدريب البغبغاء؟ البغبغاء إحنا بندربه أول ما بنخلص تأكيل يدوي، يعني أول ما بيتم فطامه، يعني من عمر شهرين او عمر 3 شهور، تبع بقى طبعا يعني نوع البغبغاء، بيبدا على طول مباشره ندرب ونعلم الطائر الوقوف على الايدي، ونبدا نعلمه اليه تعليم وتلقين البغبغاء. طيب احنا لو بنتكلم مثلا على الدره الهندي، فطبعا الدره الهندي بتبدا تتكلم، وطبعا اول ما البغبغاء بيبدا يتكلم يعني الكلام ما بيبقاش واضح، يعني الكلام ما بيبقاش واضح، بتبقى مسألة ايه يعني نوع من انواع ان هو بيحاول ان هو يجيب الكلمة صح، عامل مثلا زي الطفل الصغير لسه كده ايه الكلمة بيطلعها بصعوبة، لكن مع مرور الوقت الكلمة بتكون واضحة جدا، الكلمة بتكون ظاهرة جدا وبتبقى واضحة جدا. طيب الوقت بقى، انا عايز الوقت البغبغاء ده هو يتكلم، لازم الاول اعرف امور مهمة جدا عشان ما تعبش نفسي. لازم البغبغاء ده عشان يتكلم لازم يتم ترويضه، لازم يكون البغبغاء ده هو تم تأكيله تأكيل يدوي، يعني ما ينفعش اروح اجيب طائر صيد يعني حصلنا عليه عن طريق الصيد واقول انني هدرب البغبغاء ده. طبعا البغبغاء ده بس يعني عشان احنا بس نحصل عملية ألفة وعملية ترويض محتاج مننا وقت طويل. ليه؟ لان الطائر ده ما شافش قبل كده الانسان، فهو اول ما انت تقرب من القفص الطائر بيخاف جدا وبيفزع فزع شديد جدا، فالطائر لابد ان يتم ترويضه، لان مساله التقليد ديت عشان الطائر يقلد الكلام اللي بيسمعه، يبقى لابد ان يكون هذا الطائر بينه وبين صاحبه الفه، في محبه، في علاقه، لان انا لما اكون بحب واحد فانا بحاول ان انا اقلده. يعني لما انت بتكون بتحب صوت واحد معين فانت بتقلده لانك بتحبه، لانك بتحب صوته، فكذلك الطائر لما يكون بيحب صاحبه بيبدا يقلد كلامه، بيبقى في بينه وبينه علاقه. يبقى لابد من تأكيل الطائر تأكيلا يدويا، لابد من ترويض الطائر، انما اي طائر بقى صيد هتاجي تعمل معاه الآليات والشروط اللي احنا هنقولها، يبقى اعرف كده تماما انه عمره ما هيتكلم. لابد اولا ان يتم ترويض الطائر، وده بيتم اما بالتأكيل تأكيل يدوي فصله عن امه، بيتم بالايه الممارسات اللي احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات، ممكن اسيب لكم الروابط في الوصف ازاي تعرف تروض الطائر. دي حاجة. الحاجة التانية، لازم أنا دلوقتي عشان هعلم الطائر الكلام، والمسألة بسيطة جدا وسهلة جدا، بس أنت تابع معايا الفيديو للنهاية عشان تعرف هتعمل إيه. أنا عشان أعلم الطائر الكلام لازم أعرف قدرات الطائر. يعني إيه قدرات الطائر؟ يعني أنا عندي كل طائر له قدرات. أنا عندي مثلا لو أنا جايب مثلا كوكتيل، مثلا أنا جايب دلوقتي طائر الكوكتيل، طائر الكوكتيل أنا أكلته تأكيل يدوي وتم ترويضه، لكن الطائر ده هو يعني من الصعب ان هو يتكلم، او ان هذا الطائر يحتاج وقت طويل جدا. يعني انت عايزه يتكلم هيقول مثلا كلمة كوكو مثلا، الكلمة دي على ما يعني على ما يقولها محتاجة منك وقت طويل، لان قدرات الطائر قدرات ضعيفة، يعني الطائر نفسه ضعيف، لكن هل يمكن ان هو يقول؟ ممكن ان هو يقول لكن محتاج مجهود عميق، احنا محتاجين مجهود طويل جدا. تعال بقى نشوف مثلا الدرة الهندي. احنا عندنا اول يعني من مميزات الدره ان دوت بغبغاء يعني يستطيع ان هو يصدر الاصوات بطريقه سهله جدا. ولما نيجي نشوف انواع الدره بتختلف طبعا في القدرات، يعني الدره الافريقي ضعيفه، الدره الهندي اقوى في الذكاء واقوى في تعليم الكلمات، الدره الهندي. طيب لما اجي اعمل مقارنه بين الدره الهندي وبين الدره الامريكي، لا طبعا الدره الامريكي اقوى واذكى وعندها استيعاب اكتر وعندها ذكاء وقدرة أكتر. طيب بالنسبة لموضوع الدر، إمتى البغبغاء يبدأ في الكلام؟ يبدأ البغبغاء في الكلام يعني أنت بدأت تعلمه الكلام من مثلا عمر 2 أو 3، هو مش هيتكلم إلا بعد يعني في معدل 7 شهور أو 8 شهور،
يعني من 7 شهور ل 8 شهور. ممكن يبدا الاول كده يقول بعض، يعني يقول طقطقه كده معينه او انت مش فاهم هو بيقول ايه، لكن مع مرور الوقت ومع مرور العمر بيبدا الكلام يكون واضح. وطبعا قلت لك ان ده بيختلف من طائر لطائر، يعني ممكن طائر في يعني من الطائر الهندي عنده 7 شهور او 8 شهور وبيتكلم وكلامه واضح جدا، بتختلف من طائر لطائر. زي ما في طفل يعني عنده مستوى ذكاء عالي، في طفل تاني بياخد مجهود طويل ومجهود كبير جدا لان قدراته بتكون قدرات ضعيفه. طيب الوقت بقى احنا بعد الكلام ده كله عايزين نعرف نعمل ايه عشان البغبغاء يتكلم. احنا معانا طائر مثلا الدره الهندي، الطائر ده من مميزاته انه رخيص، ثمنه رخيص وعنده قدره على الكلام. طيب الطائر ده بيتكلم يعني كم كلمه او بيحفظ كم كلمه؟ طبعا احنا قلنا بدايه البغبغاء لا يستطيع الكلام، انما البغبغاء يقلد، يعني البغبغاء ما بيتكلمش معاك كده لا، انما هو يقلد، يعني بيحفظ الكلمه وبعدين يعني بيسجلها في الذاكره وبعدين بيبدا يقولها. فبنقول ان بغبغاء الدره الهندي بغبغاء الذاكره بتاعته ضعيفه، يعني هو ممكن يحفظ كام؟ ممكن يحفظ 5 كلمات، ممكن تصل الى 8، يعني كحد اقصى لما يكون يعني بلغ المدى ممكن يصل الى 10 كلمات ممكن. قلنا برضه تبع اختلاف قدرات الطائر، لكن ما يقدرش يزيد عن كده يعني بحال من الاحوال. في بقى تجربه انا عملتها اكتشفت فيها ان الطائر ده هو ذاكرته ضعيفه جدا، يعني انت بتعلمه، انا علمت الطائر الكلام، فطبعا قام قايل ايه السلام عليكم، وبعدين بدات اعلمه كلمات تانيه، بدا الطائر يتعلم الكلمات التانيه وبدأ ينسى كلمة السلام عليكم. ومع مرور الوقت، وطبعا أنا نسيت إن أنا إيه أدربه وألقنه الكلمة، فسبت الكلمة مدة طويلة، اكتشفت إن الطائر نسى الكلمة تماما، الطائر نسى الكلمة. فبنشوف القدرات الطائر ضعيفة، ذاكرته ضعيفة، لازم أنت تستمر في إن أنت تكرر الكلمة باستمرار. فأول حاجة عشان الطائر يتكلم، ابعد الطائر عن مصدر الإزعاج، يعني ما تحطش الطائر قدام التلفزيون وقدام الاصوات العاليه، فهيحصل عنده تشويش. احنا عايزين نركز على كلمه او كلمتين. انا عايزك الوقت وانت بتعلم الطائر، اول حاجه اختار الكلمه البسيطه السهله، يعني واحد جاي ايه في البدايه كده يعلم الطائر فيقول له ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طبعا ده عمره ما يتكلم لان الكلمه دي تركيبتها طويله قوي، يعني حتى كلمه السلام عليكم كلمه ايضا بتحتاج مجهود. احنا بنتكلم على الطائر الدره، طبعا الطائر الكاسكو او الامازون طبعا عنده قدرات عاليه جدا، عنده قدرات عاليه. انا بتكلم الان لو انت بتعلم طائر الدره الهندي، ما ينفعش تبدا بكلمه يعني كلمه كده كبيره، لا احنا عايزين كلمه بسيطه وكلمه سلسه يعني فيها تكرار، يعني مثلا بابا كوكو، الكلمه بسيطه من السهل حفظها. انما لما تجيب كلمه كبيره بقى ومركبه تركيب طويل، طبعا انت كده بتتعب نفسك والبغبغاء بياخد مجهود طويل جدا، مجهود كبير جدا. انا اقصد البغبغاء اللي هو الدره الهند هياخد مجهود طويل. فانت اختار كلمتين يعني في بينهم تكرار، كوكو بابا، بتكون الكلمه سهله فبالتالي البغبغاء هيحفظها وهيتكلم بسرعه. خلي بالكم يا جماعه كويس قوي ان الطائر ده هو عشان يتكلم لازم الكلمه دي تكرر باستمرار. طيب يعني ايه؟ يعني وانت بتقدم له الطعام لازم تقول الكلمه عشان يحصل ربط بينه وبين الاكل، فيحصل بين الكلمه ربط وبين الطعام، حتى هو لو جاع شويه ولا حاجه فيبدا يتكلم، حتى هو بيتكلم لوحده يعني مباشره اول ما يحفظ الكلمه هو هتلاقيه مباشره بيكرر الكلمه في الصباح الباكر. طبعا انت لازم ان انت تجيب مسجل او هتلاقي على اليوتيوب، انا هسيب لك برضك الرابط، هتلاقي فيه فيديوهات بتكرر الكلمه باستمرار لمده طويله، يعني لمده تزيد عن ربع ساعه، تشغل المسجل في الصباح وتشغله في المساء. دي نقطه مهمه جدا، لابد من التكرار. الحاجه اللي بعد كده لابد من الصبر، يعني الموضوع محتاج صبر، يعني ممكن تلاقي في بغبغاء، ممكن البغبغاء دوت ما يتكلمش الا بعد سنه، يعني ممكن يظل تفضل تدربه لدرجه ان انت تصل الى ان خلاص هو كده مش متكلم، لا طبعا هيتكلم بس محتاج وقت. يعني ممكن في دره مثلا، انا يعني ايه شفت في دره قعدت اكتر من سنه وشهرين على ما اتكلمت، وفي دره تانية اتكلمت في عمر 7 شهور. فزي ما بقول لحضرتك دي قدرات بتختلف من طائر لطائر مع انهم الاثنين من نفس النوع. فانت اصبر وما تستعجلش، ولازم تشغل وتكرر الكلمه باستمرار، وما يعني ما تخليش الياس يدخل الى قلبك، لان بمجرد ما الطائر يبدا الكلام انت بتشعر بسعاده، يعني سعاده كبيره جدا اول مره الطائر يتكلم، دي طبعا بتبقى يعني ايه فرحه كبيره جدا وسعاده غارمه بتملا قلبك. فلازم نتواصل، لازم نستمر في تكرار الكلمه باستمرار باستمرار، وإن شاء الله مع التكرار
لابد ان البغبغاء في الاخر هيوصل الى حفظ الكلمه وتقليد الكلمه. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو ده النهارده، ولو وصلت لاخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.